على تخوم خطوط التماس المباشرة في المنطقة الشرقية لمدينة تعز، لا نزال نتعقب التبعات الأكثر جرماً وتدميراً لميليشيا صالح والحوثي في الأحياء الواقعة على تلك الخطوط. حي الجمهورية المعروف بحي البحر، حي الجحملية السفلى التابع إدارياً لمديرية صالة، يحاذيه في الشرق حي بازرعة وحي الكمب ومعسكر التشريفات حيث القصر الجمهوري وصولا إلى تلة السلال، ومن الغرب يحده حي العرضي ومؤسسة المياه. أما من الشمال فيحاذيه حي الدعوة ومنطقة الشماسي، ومن الجنوب حي الجحملية. تموضع الحي بهذا الشكل وتحكمه بالبوابة الشرقية جعل الميليشيا تندفع نحوه بقوة، فسيطرت عليه بشكل مباغت حسب رواية ساكنيه. هم كانوا على أنه جيش، كان على أنه جيش، وكنا طبيعي ما احناش عارفين ايش السبب التقسيم العسكري هذا. فكان الشرطة عسكرية جنبنا هنا، وكانت في نقطة هنا، كان في نقطة جنب البيت، يعني عدة نقاط. فجأة كده شفنا أنه في قوة جاءت، يعني ما بين ساعة كده هذا لا ينسحبوا وهذا لا يتقدموا. الناس خافت، كل واحد دخل بيته. احنا دخلنا البيوت لانه مدنيين، ما فيش معنا اسلحه ولا احنا حق قتال. فجاه القتلى هنا، قتيل هنا، هذا اغتيال، هذا قتل، هذا قلص، هذا مديه. بقت المهاجمه من تحت بيتي منزل، مواجهه عنيفه كانت طول الليل، يعني ما كناش نهجع. من الافراد نفسهم اللي كانوا موجودين تضموا مع الحوثيين اللي كانوا ضباط وعساكر، في بعضهم انضموا مع الحوثي، وبعضهم البعض الآخر يعني لا انضم مع ذاك ولا مع ذاك. لم يكن موقع الحي وتحكمه بالبوابة الشرقية هو الهدف الأول للميليشيا في هذه المنطقة، بل هناك هدف أبعد، فعلى تخومه الغربية يتواجد مبنى مؤسسة الجمهورية للطباعة والنشر والتوزيع، وفي الناحية الشرقية منزل علي عبد الله صالح، وكلاهما يعدان من أهم المراكز الحساسة في المدينة. وما إن تمركزت الميليشيا في هذين الموقعين حتى سعت إلى تجديد الإجراءات الأمنية وشنت حملة اعتقالات لشباب الحي بطريقة استفزازية أرعبت السكان ودفعت بالكثيرين منهم إلى مغادرة الحي. الطقوم حقهم إن قتل بيو العيال الشباب الحارة، أصغاط الحارة، من حارة لحارة، من زوط لزوط، أي واحد شباب مسكوه ودوه صالة، الحبس حق صالة، وما يخرجش من هناك إلا بمبلغ وقدره، ولا لا مع واسطة ولا لا خرج. ضيقوا علينا الخناق، كان لا نعرف لا ندخل ولا نخرج، حتى لو لقوا ضوء شمعة ضوء تريك يضربوا على الإنسان اللي داخل بيته. ضيقوا علينا الخناق من جميع الجهات. الناس تضايقوا من لما يشوفوا عيالهم يجوا يمسكوهم، اي واحد بالشارع يمسكوه، اي واحد ماشي يمسكوه، انت مدري ايش، انت مدري ما هو، انت مدري ايش، يعني كل مره يمسكوه واحد، ما خلوش للشباب حالهم. من كذا الذي هربوهم اسرهم، شلوا عيالهم وهربوا، ما عرفوش يجلسون لما شافوا يمسكوا الناس. تحت وطأة الرعب والخوف الممارس من قبل الميليشيا تفاقمت الحالة المعيشية لمن تبقى هنا بشكل أكبر، لا سيما بعد تدخل التحالف والذي على إثره تحول الحي إلى معسكر تحشيد وساحة معركة مفتوحة. تطور زاد معه حالة الرعب لدى السكان، خصوصا أولئك القاطنين بمحيط منزل الرئيس المخلوع بعد سماعهم أخبارا عن نية طيران التحالف شن غارات على هذا المنزل، وبين إجراءات الميليشيا وضربات الطيران المتكررة دفع من تبقى من سكان الحي للنزوح بمقتنياتهم الشخصية فقط، حتى أصبح الحي خال من سكانه. احنا كنا يا أخي داخل البيت ما أدرينا لو قد الطائرات يضربين على التشريفات في أول يوم، ضربين على التشريفات وضربين على القصر،
وين واحد يصير؟ وين واحد يلتجئ؟ قالوا لنا انهم بيضربوا بيت الرئيس. واحنا نزحنا ولكن قالت يعني صامدين ما بنمشيش. قالوا بيضربوا بيت الرئيس احنا مشينا. الحارة هذه اكثرتهم كانوا مهدد قالوا بيقصفوا بيت الرئيس، ان الطيران بيقصف بيت الرئيس. اكثرتهم الطيارين من هذا الخبر. لانه مهدد قالوا القصف. غصبا عن كل واحد بيهاجر. انت يعني الحقيقة ممكن حتى يعني باثناء الاشتباكات وهذا تجي تقول له هذا يا اخي لو سمحت لا تطلق النار من جنب بيتي. لا تدخل من عند بيتي بيضربوا علي. قال لك اذا ما عجبك اخرج. ها ايش بتسوي؟ هذاك يضرب بالبوازيك وهذاك يضرب ببوازيك. كلها الاسلحة محمولة. بين شهري مارس وسبتمبر من العام 2016 أدارت ميليشيا الحوثي وحليفها أعنف معاركها التدميرية في حي الجمهورية والمناطق المحيطة به، ما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم. ولا زالت آثار تلك المعركة شواهدا حية على واجهات المنازل والمحال حتى اليوم، رغم مرور ما يقارب 3 أعوام على اندحار الميليشيا من الحي. البيت كله مخربة مدمرة. إن بيرجع الذي بيرجع إن بيرجع، لا عد بيت معه ولا عد عفش معه ولا عد فيه، ما يرجع إمام. الذي حرق إن حرق، الذي خرب مع المطار، والذي ما تقدرش يرجع إن يرجع. وانت داري كيف الحالة هنا، لا ماء لا كهرباء لا، إن يرجع ولا أعمال ولا في معنا شيء. حتى المعاشات شلوا هن زادوا، قاعد في معنا حي على باب الله. بس كانت الحارة مشتعلة، ولا كأنها حرب في لبنان ولا كأنها حرب في إسرائيل. الصواريخ خلوا القذائف الهاونات، كان تحصل اشتباكات ويجيبوا لنا قذائف، لأنه ما يقدرش يقاوموا المقاومة، يرجع يضربوا علينا القذائف الهوزات، القذائف العادي هذه، أو القذائف اليدوية، القناصة، الجدار كله بشكل يعني مخزق من برا. وبقينا نسكن تحت الأرض، يعني تحت الدور الأول. هذا كانت حتى الدور الثاني اللي هنا كله كان مخزق بسبب الضرب حق القناصة. قذائف الهون والهوزرات والمعدلات الثقيلة والمعدلات الطيران حرقت البيوت، بيت البحر دي حرقت كلها بسبب إيش؟ معدلات وقذائف وهاونات. بيتي اتهدمت، هذه ذي قدامك لها كلها اتهدمت، السقوف مع الطيقة، النوافذ مع الجدران، مع الكل، كلها البيوت كلها. هذه ضربة هوزر، أكثر من 3 ضربات هوزر إلى هنا، ماتوا أكثر من ضحايا هنا وهم عابرين. قناصة تضرب من المكان، معدلات تضرب من المكان، إيش تسوي؟ أنت مواطن يعني تبقى مرتبك، ما تقدرش تفكر، النوم ما تقدرش تنام، يعني وقلة النوم ممكن تؤدي إلى الجنون. في نهاية العام 2016 استقرت الميليشيا عند تخوم الحي من الجهة الشرقية في كل من حي بازرعة وحي الكمب ومعسكر التشريفات، لتباشر بعملية انتقامية وتدميرية على الحي. ترافق ذلك مع عودة بعض الأسر والأفراد إلى مساكنهم، عودة أجبرتهم معاناة النزوح عليها رغم شراسة القصف وعبثية الانتقام. حينها بدأ الحي يدفع فاتورة الحرب بشكل أكبر من الأرواح والممتلكات. القذائف كان يعني مطروا علينا أمطار، يعني أمطار القذائف، قذائف بالشكل الصور، قذائف من جهة القنص، من جهة 12/7 بنص حق الطائرات أيضا، يعني كانوا يضربوا علينا بشكل يعني. وأيضا سموها هذه البلوك أو الرصاص، هذه اللي تدور على الحواري تقتل الناس. فهذه عشنا في رعب فعلا، يعني خلطنا يعني بشكل الناس يعني، ووصولوا إلى أنهم مرضوا وتعبوا وتوفوا. أنا أصبت بقذيفة هاون وأنا واقف جنب البيت،
وجنبي مجموعه من احنا اربعه انفار، واحد منهم اخذت القذيفه من رقبته، واحد اخذت القذيفه جزء من صدره، انتهوا. انا برضه اصبت وتوقف القلب حقي، والسرايا لا زالت موجوده داخل صدري. مشروع المياه في معنا زملاء هناك كانوا دائما باستمرار يجلسوا هناك، اجت قذيفه الى الوسط، الشظايط تنعثرت الى لفوق احدى عجوز انتهت، وجاءت 30 اشخاص من الحاره، يعني لحد الان الشظايا عندهم. الاجزاء اللي داخل جسمي الان لا تخليني اعرف انام، لا تخليني اعرف اكل الطعام، لا تخليني اعرف اتكلم، حتى النطق اختلف عن النطق السابق، المشي اختلف، المشي ما قدرت امشي زي ما كانت حريتي السابقه، لانه رجولي مهشم، العظام مهشم، التحم حاجه بسيطه، السوايا موجوده داخل الرئتين، داخل عضلات القلب. نقدرش نروح، كانوا يضربوا يقان الصدايا للساحة، وما نقدرش نروح ولا نعمل حاجة. كانت تضرب الهاونات والأربيقية، تروح تشوف الناس أشلاء، الأطفال النساء، كيف تفعل قدامك مرة مقطعة، تسعفه تلفه تغطيها ببطانيات، ما أدريش، هذا الذي أكثر الحياة مأساوية. خلال عملية القصف اليومي آنذاك، ركزت الميليشيا بشكل أكبر على منزل حليفها الرئيس المخلوع بعد أن أصبح في يد الجيش الوطني. انتقام بشع خلف تدميرا واسعا في منازل الحي وخسائر كبيرة في أرواح ساكنيه، حتى أن كثيرا من الأسر خسرت أكثر من شخص، كما هو حال أم عماد. قتل ابني قنص، كان يتقابر هو صاحبه من البلكون للبلكون يتكلموا، كانوا جالسين أول جالسين مجموعين بعدد، هذا قدر طلع البلكون يتكلموا من البلكون للبلكون واقتنص خلص، سحبوا للمستشفى ومات. زوجي نفسه راح يدينا ماء، عادوا بالدباب، عادوا يمسك الدباب كذا وغدوا بيستوي وقنصوا له هنا، ما هو مات على طول بساعته، عاد الولد جلس 9 أيام ما هو مات على طول. ابن اختي الثاني كان هنا يلعبوا والعيال، عاد من اللي ملوا هذه الحفرة ملانة تراب، عاد اللي جاي بيلف والقذيفة ضربت هنا، لا حلط البيت طيرت بالجدار ورجعت من القذيفة، يعني شظايا يعني ذبحت الولد ذبح، يعني وسعفنا المستشفى منتهي. عيال حلية الاثنين يعني حاجة صدمة كبيرة، أنا من الصدمة مع بكيتوس خلاص صدمته. أكبر ألم لما تشوف الناس مبطوحين قبالك، تشوفه مقنوص قبالك ما تقدر تسعفه، ما تقدر تعمل له شيء، ولا لما تشوف نفسك مقنوص ما تقدر تعمل شيء، لا بو من بيديلك، لا بو من بيعالجك، لا بو خسارتك كلها من جيبك، يعني صرت ضايع عن المواطن. إنك مواطن تصير مستشفى ادفع من جيبك، ما أدرينا كيف نعمل، هذا احنا شيء نرحل، نروح نحجزنا. في هذا الزقاق الرابط بين الشارع الرئيسي عند حي الخير وحي الجمهورية، لا تزال رصاصات قناصي الميليشيا المتمركزين في تلة السلال مستمرة في حصد أرواح المواطنين ليطلق عليه السكان زقاق الموت. أصبحت الحركة منعدمة فيه تماماً، ولجنا إليه، لم نكن ندرك خطورة العبور إلا بعد تجاوز النهاية، فكانت رعاية الله بنا أقرب. زغط الدبور رجع عندنا في الحارة هذه، من ما مش اقتنص، ومش أنا أول واحد اقتنص، عدة كثير قد قتنصوا، الذي برجله، الذي بيده، الذي بظهره، الذي كثير، والذي ماتوا قد ماتوا من هذا الزغط هذا. رعد لها قبلت أمس، قنصها قبلت أمس بالمغرب، ماشي ما أشوف إلا أمام وجهي عرض بيت البحر، رجعت يقنصوا علينا من السلال. أيضا كان يحين تيجي قذيفة من صيفرة، خلف صيفرة، تجي من قذيفة من الجبال تيجي لهنا، جات مرة هوزر
نزلت البيت في حق واحد تحت. بسم الله ما انتهت يعني. جالسين نلعب بالحاره عاده بدايه القناصه. وبمره وزوقه ماشيين، احنا جالسين نلعب القناص زقف المره وسط الظهر. ها؟ وبي شافه كذا قام يصيح لا حوس عفنه. وبعدها نحن المره الثالث نحن جالسين بالبيت والقناص جالس يضرب لوسط البيت والرجع دخلنا داخل. كان قد طنسوا من الحاره الان من الحاره هذه حوالي 25 او 26 شاب الذي راح من الحاره هذه فقط. غير الشيبة غير النسوان غير الاطفال من الحاره هذه. ان هي مره قنصوها كانوا يقنصوا من عند باء زرعه. قنصوا ثنتين نسوان هنا وهن ماشيات واحده عجوز واحده يعني فوق 40 كذا. ناس باء زرعه كانوا قنصوا اصلا باء زرعه. جاهل يمشي قنصوا صاحب الموتور قنصوا كنا ما نسحبهم الا بالحدا يتسحب. لانه ما نقدرش لو جينا نفرع عليهم او ننقذهم يقنص هم يفعلوا لنا زي الفخ هذه يقنص الجاهل ولا يقنص مرا ولا علشان تتقدم انت تسعفه وهو يقنصك. كنا ما نجيب الا حدايد ونسحبهم سحب ويفعلوا لنا حل نسكه من القناصه من السلال هذه من سفتل وسفتل الان لو تطلع له هنا للسقف ويشوفك من سفتل ما بيضربش بيضرب بدبابه. مره ولا بدبابه ضرب العرض البيت هذا وانا عدنا له هنا. بديت كذا بان لنا ضربنا بدبابه العرض القذاء. محمد احد سكان هذا الحي لم تكتف ميليشيا الانقلاب في تدمير منزله المجاور لمنزل الرئيس المخلوع وتشريد اسرته بل سعت الى مضاعفه اوجاعه. رصاصه قناص استهدفته في هذا الزقاق ادت الى بتر احد قدميه مسببه له اعاقه دائمه واوضاعا معيشيه ونفسيه معقده. وانا ماشي في المغرب الساعه 5 قاطع من هذا الزوط اجان عده طلقات حق قناصه فحتت لي العظم والشرايين والاورده عده طلقات. اسعفوني اصحاب الحاره والذي جاي يسعفني حتى جات له عده طلقات بيده ها بتر له اصابعه كامل. ما دريت الا وقد اليوم الثاني مبتوره عشت بحاله ماساويه كنت افضل الموت ولا هذا الحال. اصبحت كعاله انسان معاق عاله لا تقدر تشتغل لا تقدر توفر لك مصروف بيتك وانا انسان ملتزم معي اولاد واطفال وبيت يعني اصبحت كحياه مشلول انسان مشلول منتهي. ابي من كثر هذه القذائف والهامونات وال إنسان كبير بالسن افتقع جات له جلطة الآن الله ذوق بالبيت جالس ما بين الحياة والموت. زوجي مريض يرحم الله أدني أضارب أني والمحق والحفاظة أول شيء خلي على الله العوض على الله. خلاصة الأحداث التي أحدثها مرور ميليشيا صالح والحوثي في حي الجمهورية كثيرة التفاصيل غائرة الجرح بعيدة الأثر. لا شيء هنا ينبئ بعودة الحياة حتى المتواجدون يسكنون الأقبية المظلمة والأدوار السفلية وما دون ذلك لا يزال عرضة للاستهداف قصفا أو قنصا في أي لحظة لقرب الميليشيا من الحي بمسافة تقدر كيلو متر واحد فقط. الآن الحارة مهجورة يعني مهجورة المنطقة هذه كلها مهجورة. هذه تسمى موقع عسكري يعتبر. هذه اسمها خط النار. احنا لازلنا في خط النار عايشين. حتى لما تجي تروح المدينة تتكلم عن أي واحد تقول له تعال وصلني إلى حارة البحر ولا عند مشروع المياه أو تقول له عند جامعة الخير يقول لك لا يمكن. حجم الألم كبير ما لا يوجد بيت في تعز إلا وهو يعاني شهيد يكون معه شهيد ويعاني آثر الحرب. كنا نقول هي
سنة شهرين ثلاثة سنة بنسكه. كل ما جاء مثلا نقول السنة هذه بتجي، السنة اللي بعدها بنتخارج، السنة اللي بعدها، السنة كل ما جاءت من سنة أخص من الثانية، لا بالمعيشة لا بالحياة لا بالحرية، لا تقدر تتحرك، لا تقدر تخرج، لا تقدر تصير هنا، لا تقدر. وأنت عارف المعيشة كيف هي، مش زي كان بو أشغال في هذا، الناس بيعيشوا بيخرجوا بيشتغلوا بيطلبوا الله على جهالهم على بطن، لكن الآن ما فيش. على الإغاثة أكثرتم بالحين، أكثرت الناس على الإغاثة، معتمدين على الإغاثة، وعاد ناس استلموا وناس ما يستلموش.